تزامنا مع بدء الصوم الأربعين المقدس، انطلقت في كنيسة القديسة حنة في حي الهاشمية في الزرقاء الرياضة الروحية الثانية لأخويات مريم. شارك في اللقاء عدد كبير من الراهبات وسيدات الأخويات إلى جانب كهنة المحافظة، وقد جاء هذا اللقاء لعيش هذا الزمن المقدس بروح الصلاة والصوم والتوبة، حيث استهل بمحاضرة للدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين، قدمت خلالها استهلالاً روحياً لفضائل والدة الإله بقصد تمكين المرأة روحياً. وقد كان اللقاء مفعماً بالمشاركة والتفاعل من خلال الأسئلة والنقاش. أهم فضيلة من فضائل مريم العذراء عدم التأثر بالمديح والكرامة. استغربت ليش حكالي هذا الحكي، قلت له كيف؟ فقال لي كان أصعب المواقف، إحنا أصعب المواقف بقول لي انك تحتملي المديح، واسهل المواقف انه ايش تحتملي الاهانه. يعني واحد بيهينك تتحملي، اما انك انت حدا يمدحك اصعب المواقف. قلت له كيف يا بابا سيدنا هذا الحكي؟ بقول لي مريم العذراء هيك كان بالنسبة لإلها أصعب المواقف حد يمدحها، عشان هي دايماً كانت متواضعة. الانشغال بالله كل الوقت، كل الوقت. هلا في ستات كتير كل الوقت محل مسبحة، ليه؟ في ناس كتير بتنتقد، بتقول إنه أنت المسبحة، أنت وأنت بتطبخي المسبحة، وأنت بتصلي المسبحة، وأنت بتتمشي بالمسبحة، وأنت بتشمي هوا حاطها المسبحة. انشغال بالله كل الوقت. مريم العذراء كانت هيك، كانت منشغلة في الله كل الوقت، بخدمة في بداية حياتها بالخدمة في الهيكل، وأيضا مع يسوع منشغلة إنه بالله داخلها، ولما ولدت كل حياتها مع الله. فهيك حياتنا نحن لازم تكون، ننشغل بربنا كل الوقت، الصلاة كل الوقت، ذكر الله كل الوقت، قد ما بنقدر نقرأ الإنجيل كل الوقت. كان دائما تفكيرها مريم بربنا ناسي نفسها كليا. التسليم وعدم الألم، هذه الفضيلة سيدنا البطرك ميشيل الصباح كان يقول كل ألم أسلمه لربنا، كل معاناة أسلمها لربنا، ابني بيعذبني أسلمه لربنا، أسلمه للعذراء. في كتير إحنا ستات منسلم للعذراء. اي مشكله بتواجهني اسلم للعذراء، اي مشكله تحدي عندي اسلمه لربنا. بدي اقول لكم، اوصف لكم مريم العذراء ممكن تنشغل كان باكم مشكله. اول شيء حامل من دون زواج، بطنها رح يكبر، يوسف كبير مش رح ممكن يكمل يربي هالولد، شو بدها تعمل؟ كيف بدها تكمل هالحمل وتظهر قدام المجتمع، وبدها تعيشه وتصرف عليه، وهي تعتبر حالها انها بلا حيلة، ويوسف احتمال يكمل معه واحتمال لا، وهذه مسؤولية. فأكيد مريم العذراء ما فكرت ولا بشي من هذا، ليه؟ سلمته لربنا. هو خلاني بهذا الوضع، هو اللي سمح اني اكون انا هيك، بسلم هاي المشكلة ربنا. هو رح يحل موضوع المجتمع شو بده يحكي علي، وهو اللي رح يحل مشكلة انه كيف بدي اربي هالولد. سيدتنا مريم العذراء كانت سيدة مثقفة مطلعة ومتعلمة تحفظ العهد القديم. عند مطالعتنا لتسبحة السيدة العذراء عند ملاقاتها لخالتها اليصابات، علماء وكتاب ربطوا ما بين تسبيحة أم صمائيل النبي قديما وتسبيحة السيدة العذراء حديثا. شو جاب تسبيحة أم صمائيل قديما بالعهد القديم ومريم العذراء تستقي منها؟ تعظم نفسي الرب، تعظم. هذا مش اختراع مريم العذراء، من اطلاعها وثقافتها بالعهد القديم كانت مثقفة وتدرس وتتعلم، وأكيد كان في تعليم بالهيكل لشيوخ الهيكل اللي كان منهم يوسف. يوسف كان أحد شيوخ الهيكل كمان، أصباط يهوذا. كما قدم راعي الكنيسة الأب هاني جميل والأخت سيسيل حجازين ممثلة اتحاد الرهبانيات في الأردن كلمات ترحيبية
رفع خلالها الصلاة من أجل السلام في العالم. ومن جهتها قدمت الأخت ميري قندح من راهبات الوردية كلمة قيمة تطرقت خلالها لأهم خصال أمنا العذراء، ساردة العديد من تأملات البابا فرانسيس. دور المرأة في تاريخ الشعب الله، بدي أسلط مثل الأضواء كيف المسيح الكاهن والراعي والنبي. والعهد القديم فعلا كانت المرأة تقوم بدور الكاهن والراعي والنبي، رغم العقلية السائدة والمحكية احنا دائما نداولها من العهد القديم لحد هلا. احنا شعب ذكوري، لكن المرأة كمان إلها قيمتها ومنقول إلها كرامتها، وهي دائما مش أقل ولا أكثر من الرجل، هي مساوية للرجل، خلقهما حتى تكون أنيس وعون للرجل. وتكلل اللقاء بإقامة قداس إلهي ترأسه مرشد الأخويات الأب إبراهيم نفع. نسألك يا رب أن تقبل طلباتنا بشفاعة أمنا كلية القداسة بالمسيح ربنا. تلاه تناول طعام الغذاء وتبادل التهاني بمناسبات عيد القديس يوسف وعيد الأم ويوم المرأة العالمي.